أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت وخفض التكلفة وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف منظومة النافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث شهد هذا الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل النظام الذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، بالإضافة إلى ربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء. كما تم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذلك استعراض نموذج تطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي.